سؤال. يقول السائل: فتاة توفي والدها ولها إخوة، إخوة لأب كبار في السن وآخرون أصغر أشقاء لها، فمن أولى بتزويجها؟ الأشقاء أولى، الإخوة الأشقاء طالما أنهم بالغون فهم أولى بها، إلا أن يقوم القاضي بتولية من هم أكبر سنا وأرشد عقلا، لكن هذا يقوم به القاضي، وإلا فالأصل أن يقوم بها، أن يتولى، أن يكون الولي هو الشقيق، والله تعالى أعلم. له هو أن يفوض أو يوكل أخاه الأكبر إن كان من أب أو من شاء، لكن الأصل أن يكون من الأخ الشقيق، والله تعالى أعلم.